يقول السائل: هل يجوز للرجل أن يمنع زوجته من صلاة التراويح في المسجد؟ نعم، إذا كان يخاف عليها، إذا كان يخاف عليها أو هي لا تلتزم بالحجاب فله أن يمنعها، أما إذا كانت ملتزمة بالحجاب ومتأدبة بآداب الشرع فليس له أن يمنعها. قال صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وبيوتهن خير لهن، وليخرجن تفلات، يعني غير متزينات وغير متطيبات. نعم.